أهلا وسهلا بجميع المتابعين، معكم سراج من قناة تفاصيل تيوب. وقبل ما نبدأ في الفيديو، إذا أنتم جداد على هذه القناة لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة، ويلا نبلش فيديو اليوم. راح أعرفكم عن اليوتيوبرز أنس الشايب، إذا كنت حابب تتعرف عليه شاهد الفيديو للنهاية. الاسم الحقيقي أنس محمد الشايب، يبلغ من العمر 19 عام. تاريخ الميلاد، ولد أنس في تاريخ 15/5/2002 ميلادي. الحالة الاجتماعية أعزب، عدد خواته البنات 2، عدد إخوته الشباب 3. أخوه عبود الشايب أصغر منه ب7 سنوات. ترجع أصول أنس الشايب إلى مدينة الناصرة في فلسطين. ولد وتربى ودرس جميع المراحل في الأردن. توقف عن الدراسة في الصف العاشر، انتقل لتركيا لأجل علاقته مع بسان إسماعيل، ومن ثم إلى دبي. لم يكمل مسيرته التعليمية، يعتنق الديانة الإسلام. المهنة يوتيوبر وتيك توك، من أشهر كلماته النجاح هو حصيلة مجهودات صغيرة نكررها كل يوم. بداية شهرته ظهر أواخر 2019 وأوائل 2020. بدأ التصوير بهاتف أخيه الكبير، يطلق على متابعيه لقب حبايب القلب. لم يواجه أي صعوبات ولم يخجل من الكاميرا. عمل لوحده على اليوتيوب مدة 2.5 سنين، يعمل حلقات مشتركة مع اليوتيوبرز لتطوير القناة. يعتبر أن سر النجاح في اليوتيوب الشخصية والاستمرارية. يعتبر العمل على التيك توك أسهل من العمل على اليوتيوب، ويعتبر الانستغرام الأسهل بين جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اللون المفضل هو اللون الأسود والأبيض. الطعام المفضل هو المقلوبة. الأغاني المفضلة الأغاني الرومانسية. الرياضة المفضلة السباحة. الأصدقاء المفضلين مفلوكس وصقر محمد وحسام مقبل. مواصفاته عنيد وعصبي، أيضا كريم جدا. أنس الشايب يحب أن يكون مختلف دائما. حساب الانستغرام بعدد متابعين 1,700,000 متابع. حساب التيك توك بعدد متابعين 1,900,000 متابع. هدف أنس في المستقبل، هدف أنس الاستكمال في اليوتيوب وعالم السوشيال ميديا، لأنه حبه كثيرا، ويريد أيضا أن تكون زوجته المستقبلية أن تكون يوتيوبرز وأولاده أيضا. خطيبة أنس، الكثير يسأل ما هي علاقة أنس الشايب في بسان إسماعيل، هل هي علاقة حب أم صداقة أم زملاء؟ في مجال اليوتيوب طبعا اليوتيوب عمل، وفي الفترة الأخيرة سمعنا الكثير من اليوتيوب انفصل عن بعضهم، ولكن في فيديو سابق لبسان إسماعيل وأنس الشايب قال أنس عندما تصل بسان إلى عمر 18 عام راح تكون أكبر فرحة، وأكيد هي الزواج. عن القناة، قام بفتح قناته على اليوتيوب في 11/2/2016. يتضمن محتوى قناة أنس الشايب كل أنواع المقاطع الترفيهية والتحديات الممتعة والمسلية، وأيضا بعض المقالب والفلوقات العائلية والفردية. وفي نهاية الفيديو لا تنسى اللايك والشير والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد.